من بعد ما أعلن الثنائي أنس وبيسان عن انفصالهم عن بعض قبل فترة بعمل أنفولو لبعض على انستغرام، وأكدت بيسان إسماعيل ذلك عبر مقابلة رسمية مع الإعلامية كارول يمين ضمن برنامجها على يوتيوب Get Real with Carol، وبمقابلة أيضا مع عادل محمد ضمن برنامجه عادل بودكاست على يوتيوب. اتسأل الجمهور عن هل رح نقدر نشوف أنس وبيسان مع بعض مرة ثانية، وهل ممكن يتصالحوا مستقبلا بعد هذا الخلاف اللي صار بينهم، حيث ما شفنا دراما كبيرة أو خلاف كتير كبير صار بين أنس وبيسان على السوشيال ميديا، فاختار الثنائي إنهاء العلاقة بكل هدوء، واختار أنس يوضح السبب بنشره لبوست انستغرام علق بخلاله بيه: مستعد أضحي بكل إشي بحياتي عشان اللي بحبه، إلا أمي الغالية عندي بعض الله. ليعلق ويفسر البعض أن هذا التعليق تلميح من أنس على أنه اختار أمه بدل علاقته مع بيسان، وشاف البعض أنه إمكانية تكون أمه رافضة لعلاقته مع بيسان، وهذا غير مؤكد لحد الآن. فحسب تصريحات بيسان ضمن برنامج عادل بودكاست على يوتيوب، فكانت علاقتها مع أنس جيدة للغاية ومن دون أي مشاكل، وحتى كانت متجهة لأشياء رسمية مثل خطوبة وزواج، وكشفت أن العلاقة انتهت بسبب خطأ منهما هما الاثنان فقط وغير خارجي، وخطأ صار بينهم. واللي فاجأ الجمهور أن بيسان صرحت أنه في احتمالية أنه نرجع نشوفهم مع بعض، وممكن يصير في صلح بينهم بعد فترة، ولكن بيسان حطت شرط لعلاقتهم، والشرط كان أنه تكون علاقتهم صداقة وفقط، وما تعتقد ترجع تكون علاقة حب من جديد بينهم. فأكيد ممكن نرجع نشوف أنس وبيسان مع بعض بعد فترة، فقبل فترة وقع الثنائي عقد مع شركة نتفليكس للمشاركة بفيلم رفقة بعض، وهالفيلم رح يصور قريبا جدا. فشو رأيكم بتصريحات بيسان وكل هالأحداث اللي عم بتصير بينها وبين أنس الشايب؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.